أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله نبدأ وبسم الله ننتهي. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، فإذا بليت فثق بالله وارضى به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، فلا تجزع عنا فإن الصانع الله. عود كريم مبارك مع القرآن الكريم يتلوه علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ العلمين العربي والإسلامي الشيخ عبد الله عطية السقا، فليتفضل مشكورا مأجورا. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم.
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين يعملون واصدع بما تؤمر كما أنزلنا على
تؤمر. صلى الله عليه وآله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فربك لنسألنهم أجمعين عما المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Oh,
فسبح بحمد رب وكن من الساجدين واقترب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وعبد ربك
فسبح بحمد ربي وكن من الساجدين صدرك بما
تكونوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى يا رب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى صدق الله العظيم.
سبحانه 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 وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك صدق الله العظيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل صدق الله العظيم. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء
آذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى بالحق تعالى بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة صدق الله العظيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم خلق السماوات
صدق الله العظيم. وللنعم خلقها وللنعم خلقها وللنعم خلقها لكم فيها دفء ودنافع ومنها تأكلون ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال ولكم فيها صدق الله العظيم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس صدق الله العظيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والأمير لتركب
ويخلق ما لا يعلم ويخلق ما لا تعلم وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل صدق الله العظيم. الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. هم الفائزون
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا صدق الله العظيم. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة صدق الله العظيم. لعلهم يتفكرون هو الله هو
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن Yeah.
هو الله. القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله لا إله إلا هو الملك الملك الأسماء الحسنى
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز استغنى
إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد يا ربنا على كل حال. اللهم هون علينا الموت وسكراته والقمر وظلمته، والقمر وظلمته والصراط وذلته والحساب وشدته ويوم القيامة وأهواله. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما دخل علينا ملك الموت. اللهم ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت. اللهم ارحمنا إذا ما تقلصت الشفتان. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما شخصت العينان إلى الملك الديان. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا شلت منا الأيدي والقدمان. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا حنان يا منان يا عظيم الجاه يا عظيم الجاه يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رحيم. اللهم ارحم فقيدتنا، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اللهم اجعل قبرها نورا، اللهم اجعل قبرها نورا، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها،
اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة يا إلهي فتجاوز عن سيئاتها. اللهم يا ربنا اجعل ليلتها هذه خير لياليها. اللهم شفع فيها القرآن، وشفع فيها الصيام، وشفع فيها صاحب المقام. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، ولا تحرمنا أجرها. اللهم بلغها ثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، ونور ما تلوناه. واغفر اللهم لنا ولها ولعامة المسلمين الفاتقة. فتح في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كانت له تلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع القرآن الكريم شفاء الصدور، عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، عشنا مع معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم شفاء لصدورنا وزهاد همنا وغمنا يا رب العالمين. استمعناه من قلب طاهر، خرج الى قلوب طاهرة، تلا علينا وعليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قرئ العلمين العربي والإسلامي، فضيلة القرأ العلم عبد الله عطية السقا المقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدلجات. نقلناها لكم صوتا وضوءا وإنارة وفراشة حديثة كبرى ومعرض فني ولؤلؤة السرادقات وقصر الضيافة الحديث الذي رقب وجهز تحت إدارة وأشراف الحاج عبد الحكيم عطية، الحاج عبد الحكيم عطية المقيم بهذه البلدة العابرة. حضرات السادة المعزين، شكر الله لكم وشكر سعيكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.